السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقاء، أهلا بكم في برنامجكم هل تعلم؟ هل تعلم؟ سنطرح 10 أسئلة وعليكم الإجابة عن كل سؤال في مهلة قدرها 10 ثواني. موضوع اليوم أسئلة عن عالم النبات. يمكنك أن تطلب المساعدة من عائلتك إن صعبت عليك الإجابة. السؤال الأول: الكائنات الثابتة في مكانها والمكونة من الخشب هي؟ الحيوان، الإنسان، النبات، الصخور. انتهى الوقت، عليك الإجابة. النبات. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال الثاني: يتكون النبات من؟ أصابع وأقدام، رأس وعنق، ذيل وظهر، جذر وساق وأوراق. انتهى الوقت، عليك الإجابة. جذر وساق وأوراق. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال الثالث: الجزء الذي يثبت النبات في الأرض؟ الجذر، الساق، الأوراق، الثمار. انتهى الوقت، عليك الإجابة. الجذر. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال الرابع: الجزء الذي يرفع النبات إلى الأعلى عندما ينمو؟ الجذر، الساق، الأوراق، الثمار. انتهى الوقت، عليك الإجابة. الساق. هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال الخامس: الجزء الذي يمتص أشعة الشمس الضوئية؟ الجذر، الساق، الأوراق، الثمار. انتهى الوقت،
عليك الإجابة. الأوراق، هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال السادس، الجزء الذي له رائحة فواحة طيبة وألوان جميلة من النبات، الأزهار، الساق، الأوراق، الثمار. انتهى الوقت، عليك الإجابة. الأزهار، هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال السابع، عندما تنمو الأزهار تتحول إلى أجسام ذات ألوان وأحجام مختلفة تعرف باسم الجذور، السوق، الأوراق، الثمار. انتهى الوقت، عليك الإجابة. الثمار، هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال الثامن، العلم الذي يدرس حياة النباتات ونموها يعرف باسم علم الإنسان، علم الحيوان، علم النبات، علم الجماد. انتهى الوقت، عليك الإجابة. علم النبات، هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال التاسع، ينتج النبات غازا النيتروجين، الأكسجين، الهيدروجين، الكربون. انتهى الوقت، عليك الإجابة. الأكسجين، هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. السؤال العاشر، يحول النبات أشعة الشمس الضوئية إلى غذاء وطاقة بعملية البناء، الهدم، التركيب الضوئي، النمو. انتهى الوقت، عليك الإجابة. التركيب الضوئي، هل هو الجواب الصحيح؟ تعالوا نشاهد معا. ممتاز، إنه الجواب الصحيح. شكرا
أنت يا بطل مذهل، لقد أجبت عن الأسئلة كلها. نشكركم على حسن المتابعة، نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس.